كمان اضطرابات شخصيه، لانه كتير من الناس بدات تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وسهوله التفاعل مع الاخرين في النصب، فبدا يزود اضطراب الشخصيه المضاده للمجتمع، وبدا يغذي الشخصيه النرجسيه. فتلاقي الراجل بيكلم اربع خمس ستات في نفس الوقت ومصاحبهم ما شاء الله، تمام. وعامل علاقات متعدده من خلال السوشيال ميديا، فده بيغذي الشخصيه النرجسيه مش بيحسنها، لان هو بدا يزود احساسه بانه بص دي بتحبني ودي بتحبني ودي بتحبني ودي في حين انه لو بدا يتعامل معاهم على مستوى الواقع مش هيحصل الكلام ده. فمواقع التواصل الاجتماعي زودت اضطراب الشخصيه النرجسيه، وحتى بقينا نسمع المصطلح كلمه كتير. نرجسيه دي كتير جدا، ده شخص نرجسي، دي شخصيه نرجسيه، بسبب مواقع التواصل الاجتماعي اللي زودت الحكايه. الحكايه ما كانتش كده زمان قبل مواقع التواصل الاجتماعي، بس زادت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، تمام. والشخصيه السيكوباتيه طبعا، وبنسمع كتير عن احداث النصب من خلال الانترنت. فالشخصيه السيكوباتيه اللي هي ما كانتش تقدر تعمل ده في الواقع بقت بتعمله ايه على الانترنت، على الانترنت. ما عندوش الجرأة ان هو يتكلم مع ستات مثلا، او يتعامل او هي تتكلم مع حد، او ينصب على حد في الواقع، بس هو بيعمل ده في الانترنت كويس جدا. فطبعا الاضطرابات النفسيه زادت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. ده غير طبعا اللي بنشوفه بقى في مرضى الفصام، انه اغلب مرضى الفصام دلوقتي، كان مريض الفصام زمان قبل مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت والموبايلات بيقول انه الناس بتراقبه، ده في ناس في الشارع واقفه عليه، دي اسمها ضلالات اضطهاديه. الاضطهاد. في ناس واقفه بتبص عليه في الشارع، ناس بتراقبه في الشارع، اصل جيراني مسلطين عليا مش عارف ايه. دلوقتي بقى شائع جدا في مرضى الفصام انه الموبايل بيراقبني، انه مواقع التواصل الاجتماعي بتراقبني، فبدات تدخل في الضلالات بتاعت مرضى الفصام حتى. يعني حتى مرضى الفصام اللي هم ديتاتشد من الواقع او منعزلين عن الواقع، بدات الموبايلات تاثر فيهم بشكل سلبي اكتر، فيبقى قافل الموبايل طول الوقت، حاطط لزقه على كاميرا الموبايل، عنده اعتقاد ان الموبايل بيراقبه طول الوقت وان الناس بتراقبه طول الوقت، والكاميرا جايباه والميكروفون بيسمعه بالظبط كده، وهم بيراقبوني من خلال الموبايل طول الوقت.